مطعم وهمي ساعتين عشان استلم الاوردر ده على ايه الله اعلم. في الفيديو بتاع النهارده هنجرب نشوف وهمي يا ترى هو توب ولا في الكنتالوب. اول حاجه هقول لكم عليها قبل ما نفتح الشنط، انا عايز بس اوريكم يعني احنا عانينا قد ايه. هو طبعا مش انا اللي رحت جبت الاوردر، شوقي وعسكريين هم اللي راحوا جابوا الاوردر، فهتشوفوا طابور عامل ازاي وهتشوفوا المعاناه. فعايز اقول لكم اي حد قبل ما يجيب الاوردر اعمل حسابك ساعه ونص ساعتين على ما تستلم الساندوتش. روحوا معاهم شوفوا التجربه ونرجع تاني. وهمي يا جدعان سمعنا اللي هو لسه فاتح في مصر جديد، عامل ضجه بنت لذينه كده. نبص لقينا كميه بني ادمين رهيبه كانهم بيوزعوا سندوتشاتنا ببلاش. الناس ده ما بتدفعش فلوس تقريبا. صور يا ابني كده وريهم الناس عامله ازاي. فقلنا نيجي نجرب النهارده وهمي ونجيب المنيو كله، وانتم معانا تتفرجوا وتحكموا معانا على السندوتشات. الراجل ده كلامه صح الصح وكبدته صح الصح والله يا اخواتي، ما بيقولش كلام غلط خالص. ويلا بينا يا جدعان، احنا هنبات هنا، شكلنا هنطلب الاوردر نقعد جنبه ساعتين عشان نستلمه. هنجيب منيو كامل يا اخواتي. باي. انت الحاج بتاعنا؟ اكون يا عم الوسطى العليا اللي جاب لنا الراجل ده اللي عمل معانا الصح يا جدعان. الراجل ده هو اللي طلب لنا الحاج الكبير بتاعنا. الله يبارك له. مين فينا ما بيحلمش انه يطلع افخم مصيف ويركب احلى مركب وياخد له ليله في افخم فندق؟ اكيد كلنا نفسنا في كده. اعتقد ان الموضوع هيكون صعب لاغلبنا. ليه؟ لان اغلب مصاريفنا بتكون رايحه على اهلنا وعلى متطلباتنا الشخصيه، فما بيتبقاش فلوس اصلا نطلع نصيف ونهيص بيها. فعشان كده النهارده انا جايب لك الحل عشان تحول وقتك المجاني تقدر تكسب منه فلوس. خليني اقول لك ان بوكيت بروكر هي الحل. في حد هيسالني اشمعنى المنصه دي بالذات؟ هقول لك عشان المنصه دي فيها اكتر من 130 اصل تقدر ان انت تتداول عليهم بعائد يوصل لاكتر من 92%. كمان من اهم مميزات المنصه ان انت تقدر تاخد اي صفقه ناجحه حد غيرك عملها تقدر تاخدها كوبي بيست، ان هو انت يعني كانك بتعمل صفقه زيه. كمان المنصه بتحتوي على اشارات تداول ومؤشرات تداول اجتماعي، يعني بكل بساطه تقدر تعمل صفقه واحده مدتها 30 ثانيه وتكسب منها حرفيا. كمان الدعم عندهم هيساعدك على مدار الساعه طول ايام الاسبوع. كمان احلى حاجه عندهم ان هم عندهم مسابقات يوميه بتوصل الجوائز فيها لاكتر من 250 دولار. طبعا طريقه التسجيل سهله جدا، هنا بتكتب الايميل بتاعك وهنا الباسورد وهنا البرومو كود اللي انا قلت لكم عليه، ومبروك انت كده سجلت على الموقع. اهم حاجه ما تنسوش تستخدموا البرومو كود اللي هيظهر قدامكم على الشاشه عشان هيديكوا 60% زياده على اول ايداع. هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن، استخدموه واستثمروا وقتكم في حاجه مفيده. ويلا نكمل الفيديو. هو احلى حاجه ان اللي كانوا موجودين في المطعم ما عرفوش ان احنا ايه بنصور فيديو، دي اهم حاجه عشان احنا عايزين نفس الاوردر اللي الناس بتاخده. دلوقتي بقى هنقيد النور عشان نبص على الباكج. خليني اكلمكم رقم واحد عن الشنطه بتاعت المطعم، تحفه توب التوب 10 من 10. انا حاسس ان انا جايب لبس في الشنطه دي. في بقى حاجه في السندوتشات، احنا كنا عايزين نجرب ايه كل سندوتش. انا كنت عايز اجرب لكم في الفيديو بتاع النهارده كل السندوتشات، هم سته، رحنا ما لقيناش عندهم الا اثنين بس، فجبنا منهم خمس سندوتشات عشان ايه نستمتع بالتجربه. ايه السندوتش شكله صغير الصراحه، هطلع الاوردر كله وهوريكم شكله عامل ازاي. شايفين مكونات الاوردر، هو بيكون فيه سندوتش، هسيب لكم الاسعار كلها قدامكم. احنا جبنا الاوردر ده ب 750 جنيه، قدامكم طبعا الاسعار واسامي السندوتشات. هتروحوا في ست سندوتشات منهم اربعه مش موجودين، هيقول لك في اثنين بس اللي شغالين. من المفترض ان احنا جبنا ثلاثه برجر سبيشال وهمي، سعر البوكس 200 جنيه، بيكون طالع معاه مشروب اللي هو الازرق اللي قدامكم، ودي معرفش لسه فيها ايه، لسه هنستكشفها، اللي هي المفروض اللي بيبقى فيها المعلقه وممكن يكون فيها كاتشب، لسه هنشوفها دلوقتي. وكمان هنجرب في اخر الفيديو برجر رانش مع سبع موتزاريلا، ده سعره 175 بالظبط، ودول يعني الاوردر كان حسابه 775. حساب الاوردر ده كله كده 775. دلوقتي المفروض ان احنا هنفتح البوكسات زي ما انتم شايفين، هنشوف بقى المحتويات الساندوتش. زي ما انتم شايفين ده الساندوتش بيكون جاي معاه اللي هي الدوره دي اللي هو وهمي مشهور بيها. زي ما انتم شايفين هنفتح اللقمه، هنبص جواها، دي مكوناتها اهي زي ما انتم شايفين. ماشي، طبعا الطعم هنشوفه في الاخر. هنا برده تعالى هنا بص، ماشي انا مش عايز بس ابقى ايه المس حاجه عشان ايه تبقى العيش ما يفرولش مني او يعمل. هنا برده اهو، مش ده بيتهيألي ده المختلف، ده الساندوتش المختلف، الباقيين كلهم زي بعض تقريبا لان احنا ما لقيناش. فايه اهو زي ما انتم شايفين. وكمان في مشكله يعني الصراحه كانت مضايقاني جدا، هو ما لهمش غير فرع واحد في مصر، وده اول فرع ليهم. طبعا الف مبروك ليهم، ان شاء الله يبقى يفتحوا 100 مليون فرع، بس اتمنى تفتحوا فروع بسرعه كتير في اماكن كتير، لان يعني فرع واحد وموت يعني، ربنا يرزقكم ان شاء الله وتفتحوا كتير. بس يعني عايزين واحد في اسكندريه، واحد في طنطا، واحد فين واحد فين، عشان يعني دخنا على ما رحنا ودخنا على ما وقفنا في الطابور واتبهدلنا والله. دلوقتي يا شباب عشان غير كتير، دلوقتي هنجرب. الصراحه عندي فضول جدا ان انا اشوف الباكنج دي جواها ايه، يعني لاني اتمنى ان يكون جواها كاتشب الصراحه، اتمنى جدا يعني. هي الصراحة جميلة جدا، تاخد 10 من 10 الباكينج ولا كلمة. إيه هي فيها انا مش عارف ايه، دي منديل مبلل اهي، واحدة فيها منديل مبلل شوكة، وده جلافز باين ده ولا ايه، جلافز ومنديل. دلوقتي هنلبس الجلافزات ونجرب. طيب دلوقتي زي ما انتم شفتوا المفروض ان انا قدامي ثلاث سندوتشات دلوقتي اتفتحوا. طب انت شاوريتو هتفز، هتاكل الثلاث سندوتشات لوحدك؟ لا طبعا، ما الرجالة اللي راحت اشترت دي مش لازم يبقى ليها دور. دلوقتي هنجيب الرجالة
ايوه الحمد لله على السلامه يا جماعه. ازيك يا ريس؟ انا وديك انتوا اتبهدلتوا في المشوار بتاع ال... انا يا جدعان لا ما اتبهدلتوش ولا حاجه. خلي الناس تشوف. انا عمري في حياتي ما طلبت اكل قعدت استنيته ساعتين. دي يا جدعان ده الموضوع صعب جدا. اطول محل تستناه في العالم. انا كنت بامانه مستنى دوق الدره ده. دلوقتي عسكر هيقيم الدره. هنبتدي بالدره حاجه نقيمها بصراحه جدا. يعني ما كنتش حاسس ادوق. مش حلو بجد والله. شغال. طب اسال شوي كده. شغال طعمه مش وحش قوي يعني اللي هو يعني شغال. كام من 10؟ 6 من 10. 6 من 10 وانت كام من 10؟ 3 من 10. 3 من 10. ما تاكلش الخشب. اوعى تاكل الخشب يا مرياسة. مش عارف ايه فكرته الصراحة. حسب الخشب. ده شغل امريكي ده شغل اجنبي يعني. ايوه هي الصراحة هي كفكرة جديدة حلوة بس كتقييم انا كواحد مصري اول مرة ادوق حاجة زي كده 5 من 10. بالنسبة للدورة لسه ما قلتش الاساس اللي هو البرجر. ماشي نطلع هو بيحط في كل واحدة 3 دورة. يلا نخش على البطاطس. ندوق البطاطس. ندوق بقى بطاطس. يلا ابتدي. جميلة جميلة صراحة. دي البطاطس المفضلة بالنسبة لي ان هي بتبقى غرقانة توابل. البطاطس عجبتني قوي صراحة. لا جميلة وطعمها فيها كتير. اديها 7. 7 من 10. وانت اديتها كام؟ جميلة. كام من 10؟ كام؟ 8 من 10 يا اس. 8 من 10. التتبيلة تحفة والبطاطس تحفة. طب حلوة قوي. 10 من 10 بطاطس. جميلة. بطاطس جميلة الصراحة. 10؟ أنا أكتر حاجة عجباني في الموضوع ده بصراحة إن هم جايبين منتج إيه؟ مصري؟ مشروب مصري؟ وجايبين مشروب أول مرة يسمع في حياتنا الصراحة. أو هو أيا كان يعني هو بره الإيه؟ بره المقاطعة. بس دي نقطة يقضوا عليها 10 من 10 إن هم ناس محترمة. حقيقة فعلا. يعني والله يا جدعان الناس دي كلامها صح الصح. إحنا بقى نخش على البتاع عشان نرجع الأول. نجرب بقى اللغوصة بقى. بقى لا بقى إديني بقى. بص بقى. أنتوا لابسين جلافظات ليه يا جدعان؟ هات عسكر. مش بتوع الكلام ده. بص يا مدرسة بقى. اقول لك ما شاء الله يعني بص اصول الكريب خدمة. بقى اصول البرجر بقى برافو بس عشان انت ايه ده ايه ده ايه ده هيلقش عليا مرياسة. يا هو ده طعم الحياه. يا انا عايزكم تتفرجوا على الفيديو الاخره عشان المفروض ان في سندوتش اخير برضو. البطاطس دي بتاعتي انت عندك. هو في ايه تقل بالتساؤل. يا ايه كم من 10 ولا 15 من 10 يا مرياس الدرجه دي بجد؟ يا اللهم صل على النبي. اتشوقتني يا برجر. عشان امسك نفسي انا عمال يفتح في السندوتش. انا كنت عايز اعرف ايه اللي جوه. طلع جواه حاجات كتير قوي يا جدعان. ده اولا يعني دي موتزاريلا ستيكس وده اونيون برضو مقلي وده بيكون. وانت عرفت الكلام ده منين يا اوعى؟ لا ولا ده غالي ده. هو مش ده لانشون مان؟ لانشون ده انت اللي لانشون. ده بيكون يا اسطى. بس ده عايز يلف شويه في المكن. العيش يا اسطى بينشف. انا عايز انا غلطان. انا بحبه. دوق كده شويه وقيم وقول. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ليه كل اللي بياكل بيروح واخد نفس بعد الاكل؟ عشان ياه السندوتش فيه حاجات كتير قوي بس طعم اللحمه مش عارف انا اقول ايه. اللحمه دي طعمها حلو قوي 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 قوي. الواد عسكر ده طلع عنده حق فعلا بتاع لحم البقر. لحم البقر يا جدعان. ده اللي هو السندوتش اللي انا قلت لكم اسمه ده انا نسيت اسمه اللي هو في البدايه ده اللي هو هيبقى اسمه قدامكم. ده سبيشال حاجه باين. ايوه سبيشال. يعني احنا كلنا بنجرب حاجه واحده. ده نفس لو بص هفتحه لكم. ده نفس اللي شوقي كان لسه شارح مواصفاته اهو اللي هي برده في لانشون وفي البتاع اهو في جوه ايه الحلق ده والمدور ده في خواتم مدوره وصوابع. يا يلا بسم الله. بص اخد قطمه فيها كل حاجه. بص من هنا قريبه مني. بسم الله. خد بس بطاطس سخنه يا مرياس. معلش يا جدعان. خد يا انا مش بتاع نفس اللي ده جرجير ده ولا ايه؟ ده كابوتشي بتاع الناس الاغنياء. كابوتشي يا كابوتشي مش كابوتشي ده. ما علينا. انا مش عايز اقول السندوتش من اول ما بيلمس بقك بتحس بكل حاجه. تحس بحاجه غريبه. يستاهل اسمه اقسم بالله. هو فعلا وهمي مش قادر اوصف. ياكل طعمه حلو قوي. اللحمه يا جدعان ما دقتهاش في حياتي قبل كده في مطعم برجر. ياه يا عبد الصمد. ياه على حلاوه يا جدعان الصراحه. يستحق الضجه ويستحق الواحد يقف ساعه يستناه الصراحه. بس مش ساعتين لان اوفر قوي الصراحه. ساعتين انا هقعد استناك ساعتين يا قلبي. وهمي يعني. المهم بتاع دي لسه كنت بشوفها في الفيديوهات الناس دي بيعملوا بيها كده. ياه يا جدعان عايز اقول بس حاجه. ده مش اعلان مدفوع. احنا دافعين حق الاوردر ده كامل. وربنا ما حد يعرفنا دافعين حق الاوردر يا جدعان. مصورين واحنا بنجيب الاوردر ومحدش عرفنا هناك الحمد لله من الستاف بتاع المطعم. ومحدش قال لنا روقوك على السندوتشات ولا اي حاجه من الكلام ده. زينا زي اي زبون اشترى. لا 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 الناس دي يا بابا الكلام عندهم جد بجد. يعني يستحق كل الوقت اللي انت استنيته ده شوي. هو بصراحه اوفر قوي في موضوع الوقت ده. بس هو بسبب ان هو حلو قوي الزحمه دي كلها عليه بصراحه. لو كان في شويه كاتشب ينفع نجرب الدوره مع البرجر نشوف يمكن المكس. على فكره حلو مع البرجر. لا والله. شوف الدوره بتاعتي بقى ممكن بيكسر الملح.
حلو يا لذيذ قوي الدوره مع البرجر. الناس دي هتحسسني ان انا بطبل لهم. انا ما بطبلش يا جماعه، انا بقول بجد اقسم بالله. بصراحه تقييم البرجر ده احلى برجر ممكن يكون دقته في مصر، 10 من 10. اي حد يا جدعان يروح يجرب الاكل ده هيعرف ويصدق كل كلمه احنا بنقولها على الاكل، عشان فعلا طعمه حلو جدا. واقول لكم على حاجه، عايزين تستمتعوا بتجربه وانت لذينه، قولوا اول ما تاخدوا من المطعم حاجه معانا بيردت سيكا حلوه. للاسف ما عندوش صاله او ما عندوش مكان لحد ياكل فيه، بس هو لو كان عمل كده كان زمان الدنيا برضه هتبقى عنده زحمه موت يعني. كويس هو ما عملش كده، ولا هتبقى الصاله يعرفوا ينزلوا اكل، ولا اللي يطلبوا تيكاوي يعرف ياخدها. ايوه جدع مصطفى. دلوقتي هنخلص اللقمه دي واوريكم بقى السندوتش اللي ما لقيناش منه غير واحد بس، ده هنجربه دلوقتي. حد عايز يقول حاجه؟ انا كنت عايز اقول يا جدعان ان انا ماسك السندوتش ده في ايدي نفسي ما يخلصش من كتر ما هو طعمه حلو. انا باكل يعني انا مش جعان، بس الاكل طعمه حلو قوي 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 فوق ما تتخيلوا. والله العظيم ما بطبل، اقسم بالله اي حد هيجرب الاكل ده هيعرف ويتاكد مليون في الميه ان احنا ما بنحورش. والصراحه هو اسلوبه مطبلاتي قوي، بس هو الاكل حلو الصراحه. انت مش جعان؟ عم كده وكده ششنا ده احنا بطننا صوصوت من كتر الجوع. ماشي دلوقتي هنخش على السندوتش اللي فاضي، اللي انا قلت لكم استنوا للنهايه عشان ده المفروض هيبقى طرش. دلوقتي يا جدعان جه الدور على السندوتش، بس هو الفكره ان هو سخن جدا. تعالى بس اقرب معايا كده، بص زي ما انتم شايفين هو انا بس في حركه غبيه عملناها، احنا كلنا الحلو الاول وسيبنا العادي للاخر. ما احنا فكرنا عشان ده المختلف هو ده الوحيد اللي هيبقى احلى من التانيين. طلع التانيين احلى، التانيين كان فيهم حاجات كده مدوره وكان فيهم لحمه وكان فيهم طبقات وحاجات ده، يعني ده ما فيهوش الا الموتزاريلا. الموتزاريلا زي ما انتم شايفين راح على بق مين الحته دي؟ سخنه مولعه، سخنه مولعه يا جدعان. ماشي بقول لك راح على بق. بس المميز، استنى بس المميز في السندوتش ده، بس انا مشرح للناس انت جاي تاكل الصوص اللي فيه. الصوص طعمه خرافي يا جدعان. بصوا المنظر والريحه، لو انتوا كمان هنا هتشموا ريحه غريبه. هجرب اقسم السندوتش عشان عملنا حاجه مختلفه في السندوتش ده. لا لا لا. واه واه يا الهي سخن مولع. بص على ايدي كلها. هبتدي بعد كده يمكن اخد رايه في الموضوع، بس عمال يلغوص كده ماسك السندوتش مليان سوائل. بقى بالحلويات دي بقى، ده اللي هو السندوتش الثاني اللي هيظهر اسمه المعسكر. لا لما ما اقدرش اكل من غير ما انت تاكل يا ريس، انت تاكل وبعد كده انا اكل بعدك. بقول لك مش هديش ليه الموتزاريلا. انا فكرت اخاف عليا وعلى مصلحتي. ايه تدي له كام؟ 15 من 10. للدرجه دي؟ طب ادي شوي كده وريني وريني. بقول لكم يا جدعان ده، بص عايز بس ابين اللقطه، بس بص 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 اللحمه، بص اللحمه بتطلع ايه. هو ده الصوص اللي جواها. شفت اللحمه بتطلع ايه؟ بتطلع ايه بقى؟ جبنه. بتطلع الصوص. اللحمه من جوه متدرمغه. يا نهار ابيض. بسم الله. يا لهوي يا جدعان ده، بص يا جدعان ده حلو قوي. بص لما البرجرات فتحت مليانه من جوه، ما اعرفش ده جبن ولا ايه، والله ما اعرف ايه ده. هقول لك يا جدعان طعم السندوتش ده اللحمه باينه فيه اكتر عشان ما فيهوش حاجات كتير. لا لا عشان كده قلت 15. جامد قوي. جوبه واحده شامله. عشان ايه؟ القايمه انا وشويه مع بعض. ايه ده يا جدعان؟ وهمي وهمي فعلا جامد قوي. ايه ده دوقني كده؟ هو ده انت بتاكل سندوتش تاني؟ بالنسبه لنا ده احلى من التاني. التاني في حاجات كتير قوي، ده طعم اللحمه باين قوي. ده بقى اسمه ايه بقى؟ كلاسيك. كلاسيك يا جدعان عشان ما فيهوش حاجات كتير. ما عارفش الدور جه عليه ايه، بس اغربه السندوتش عمال يوقع حاجات من كل حته. ده يا قلبي موتزاريلا قلبي. ما مش موتزاريلا ديت بس، عارف تعمل نفسك عارف غلط. الناس دي ما بتهزرش يا جدعان. طارش. بصراحه السندوتش ده انا اديله 12 من 10، اديله كام يا شو؟ اديله 20 من 10. ماشي بعد كده يا جمدان. التجربه نسيتني اليوم كله ممتعه تقريبا كده. ده احلى سندوتش برجر اكلته في حياتي بجد. دلوقتي خلصنا الاكل، عايزين نشوف بقى المشروب العجيب بتاعهم اللي هو الازرق ده. عايزين نشوف ماذا في ايه يا جدعان. خلاص بقول خلصنا الاكل خلاص. ما خلصش انا مش دي بطاطس هتنرميها يعني؟ مش حرام دلوقتي بقى في المشروب ده، بس احنا الصراحه ايه منه يعني مننا جايبينه وحاطينه من بدري قدامكم عشان تبقى انتم شايفينه برد. هنجيب تلج ونرجع لكم. زي ما انتم شايفين هو المشروب اسمه ايه؟ بلو هواي. اتمنى ان هو يطلع حلو. خد شويه اديني بقى كده. نعيشني بقى. لا عشان بس ايه نهضم. المشروب ده انا اول مره في حياتي اشوفه، يعني اول مره في حياتي اشوفه. ريحته طلعت اول ما تفتحته ريحته حلوه قوي، ريحته جامده. هو ريحته البان. ريحته البان فعلا ريحته حلوه قوي. ريحته البان كده هواي، ريحته الساحل الشمالي. شغاله يا جدعان، مش اللي هو يعني مش اللي كنت متوقعه خالص. هو ريحته حلوه وطعمه اللي هو يعني فاهم. اديله 5 من 10 مثلا، اكتر من كده مفيش. 5 من 10؟ هلا بلو بيري ده ولا ايه؟ انت عرفت البلو بيري يعني ايه بلو بيري يا عسكر؟ توب برق رعد. اشربوا سكه كده يا ملاسه. جربتوا سكه كده؟ جربوا انت. جرب سكه. جرب 10 من نبقاش ظلمناه برضه. هلا 4.
انت قلت سبعه على طول، انت كام؟ اوحش من غير تلج ده، انا كده هديله اربعه. هديله خمسه من خمسه من عشره. طيب دلوقتي هنجرب المشروب الرسمي بتاع وهمي. يلا بسم الله. وتبدا حلو حلو. هو مش اللي هو وحش، بس مش اللي هو جامد قوي. لا بس حلو يعني. انا الصراحه اول ما شربته تخيلت نفسي قاعد على البحر، مشروب فخم كده شكله حلو، اصور بيست وهي ظريفه. انا على البيتش كده يا. لا بس الصراحه تحفه. لا اديله 8 من 10 مشروب بتاع وهمي، والله الصراحه حلو. لا يا عم بس مش 10 يا عم، مفيش الكلام ده، مش درجه 8 يعني. هو شكله ولونه وستايله مش 10. انا ما اديلوش 10 بس اديله 8 يعني، مش 5، 8 حلو. ماشي. لانه الصراحه مع التلج جميل قوي، وانا بحب اللبان، بعشق اللبان اللي بالنكهه دي. هو بالنسبه لي انا ذوقي شايفه 8. هي اذواق فعلا يا جدعان. هو كطعم ما فيهوش حاجه وحشه، مش اللي هو في حاجه تجزع ولا في افطار تسترخم ولا اي حاجه من الكلام ده، بس هي اذواق. خلاص بقى كفايه كده، نشوف كل فيديو الجاي. سلام. طبعا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تفضلوا من قلبي قريب ونوصل ل 100 مليون مشترك.